فيهم مخيمات لأنهم هم كان ضحايا هجرة أولى في 42 وفي 67 أنفسهم رغم يعني غزة. الخلاصة يعني ما حدث ما استقر على الأقل. ولكن سي فتح سي عادل تو احنا واحد يجي باش ياخذ قطار في برشلونة في تونس ثم ترام تاع يهز القفصة ولا القابس ثم ترام تاع يهز الغار دماغ ثم واحد يفيق انه يطلع في الترام لكن قبل ما يخرج القطار فاق انه ترام معناتها مش هذاك الترام يبدل. وثم ناس غلطت ماشي الغار دماغ خذت ترام تاع قفصة ولا قابس فات حمام لمن فات سوسة وما زال ما فاقوش. هو البارح شفنا برشا جماعة فاقوا في البرلمان والبقية ما زالوا خاطر السلطة شوف قال ففي الهيجاء ما جربت نفسي لكن في الهزيمة كالغزالي. يعني قلت أنت عرّت فلسطين. نعم نعم هذه السلطة. نعم فلسطين غزة بالأساس هي الحرة. غزة هي التي ستحرر الشعوب العربية وستحرر الأوطان العربية. احنا نقول غزة حصارها أكثر من 16 سنة فاتضح بالمكشوف وبالملموس وبالعمل وبحاجة يعني نشوف فيها بعيوننا أن غزة هي الحرة، أن غزة الآن تحرر في الوطن العربي والإسلامي. تقاوم من مسافة صفر. نعم تقاوم من مسافة صفر وهي تعطي رسائل قوية كما قلت. يعني وصلت غزة لهذه الحالة من المقاومة ومن الصمود. يا أخي هذا الشعب شعب جبارين. نعم. يا أخي تشوف ناس يعني رافضين أنهم يرحلوا رافضين يخرجوا رغم القنابل. والآن بإحصائيات للمرصد الأورو المتوسط يقول نعم. اثنين يعني اثنين قلابل اللي نزل على هالشعب وشعب غزة ما يعادل اثنين قنابل نووية. يعني دمار شامل. يعني كل يوم وهم صامدون في بيوتهم في أحيائهم في مستشفياتهم في مدارسهم. هذا شعب الجبارين، هذا شعب يعلم فينا يعطينا دروس. فإذا أردتم أيها الشعوب العربية أن تتحرروا وحرية الشعوب العربية وحرية أوطاننا العربية هي دعم لغزة. فإذا أردنا أن نتضامن فلا بد أن تتحرر شعوبنا وأن نرسي نظام فيه الحرية فيه الديمقراطية فيه احترام حقوق الإنسان فيه احترام المؤسسات فيه احترام بعض لا نصرة لغزة لمن لا يحترم الحقوق والحرية في بلد. بالضبط. أنا قلتها من البداية ونعودها. مطالبتنا بالحرية والديمقراطية واحترام دولة القانون والمؤسسات في تونس هو يصب في نفس الخندق في تضامننا مع غزة وفي مساندتنا للحق الفلسطيني. نعم خلينا نقرأ على ما سمعكم. يعني بعض أسطر خطوا السجين السياسي المعتقل السياسي عصام الشابي تحية ليه ولكل رفاق السجناء في رسالة قال لم أشعر بالقهر والعز كما شعرت به وأنا أتابع من زنزانة اعتقالي فصول حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عزاء الوحيد هو أن الشعب الجبارين ومقاومته الباسلة انتزعت أنبل قضايا العصر من أيدي العابثين وضعتها في مدارها الصحيح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما يرجون. صدق الله العظيم. ستظل فلسطين بوصلتنا والحرية غايتنا وإنها لمقاومة حتى النصر. السجين السياسي عصام الشابي. شفت كلمات السجين السياسي. تحية إكبار وتحية احترام وانحناء إلى معتقلينا وإلى سجنائنا في تحت سلطة الانقلاب. تحية للأستاذ عصام الشابي. هذا التصريح هو عنوان لكل المعتقلين اللي هم الآن في السجون. كما قلت في البداية لو كان صادق هذا الرجل أول حاجة يعملها أنه يخرج المساجين. أنت تخرج المساجين. عنا عصام الشابي عنا رشد الغنوشي والقائمة طويلة كما صرح سي عصام ويعني تحية له من هنا إلى, إلى, إلى زنزانته. وأنت قل له أنت الحر أنت الحر أنت الذي تدافع عن الحق الفلسطيني وتتضامن من زنزانتك بصمودك وبهذه الرسائل. نعم. نقول أنه كما قلت في البداية يعني هي معركة واحدة. معركة الحرية في تونس هي معركتنا وتضامننا مع غزة. هي تضامننا نصرة. مع نصرة تضامن ونصرة ومقاومة. إحنا لما قلنا نقاوم هذا الانقلاب أيضا لأن هناك مقاومين أيضا في فلسطين. فما هناك معادلة. نعم. وفما هناك ارتباط عضوي وروحي ويعني إنساني وعربي ويعني دولي بين تحرير الأوطان ويعني تحقيق الحرية والديمقراطية ودولة القانون المؤسسات. هذا يصب
في تحرير فلسطين ويصب في دعمنا للمقاومة ودعمنا لأبنائنا في غزة. أقول هنا يعني لابد أني قلتها من الأول، نحن السجناء مش غزة، نحن المحاصرون مش غزة، لأنه نحن في الأوطان العربية، وهنا يعني هناك تواطأ خبيث وتواطأ يعني بالمكشوف الآن، هذه كاشفة، يعني حروب أو معارك اللي قامت اللي معناها وقعت اللي خوضت يعني من المقاومة كل مرة تعري شوية، كل مرة تكشف، أما هذه كشفت، لأنه ليش؟ لأنه فما تواطأ. هو اسمه، هو تحت اختيار الاسم طوفان. نعم نعم، يعني أحسن اختيار الكلمة. صحيح، فالطوفان لما يجي يعري كل شيء، يعني ميخلي حد شيء، يعني فأنه تواطأ دولي. أولا نحن نندد، وجمعية ضحايا التعذيب يعني بمسيراتنا اللي عملناها وبالوقفات التضامنية وبالوقفة كل يوم خميس في ساحة في قلب جنيف في ساحة لونجمال، نندد بالتواطأ الدولي، منهم التواطأ الأوروبي والأمريكي، الرسمي الأوروبي. نعم. يعني ماكرون، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، والقائمة طويلة، وعلى رأسهم الأفعى الكبيرة أمريكا. أمريكا بانت بالمكشوف يا سيدي، سمعت تصريح وزير الخارجية. نعم. يعني أكثر من هيك ما فماش، قال أنا ما جيتكمش كوزير خارجية، أنا جيتكم كيهودي. هل ما بعد هذا التصريح تصريح يعني بالمكشوف؟ ثم تطلع تقولك أنا راعية السلام، أمريكا راعية السلام. نعم، نكمل لك. نعم. يعني هذا التواطأ الأوروبي في مقابل، في أيضا قبل المقابل هناك تواطأ عربي رسمي، هناك ناس يعني يرسلوا طائراتهم ويرسلوا مقاتلين باش يقاتلوا مع الكيان الصهيوني ويقتل ابن جلد وابن والعربي والمسلم. هناك ناس أيضا نفس الشيء لم يحرك لها ساكن. أنت في مصر، ومن هنا رسالة إلى المجتمع المدني، أنا لا أتوجه إلى الحكام خونة والحكام الخانعين، لكن أتوجه إلى المجتمع المدني الحي في مصر، في الأردن، في سوريا، في لبنان، أن يتحرك ويضغط على حكامهم أولا لفتح معبر في رفح. لابد يفتح معبر رفح، هذا ما طلب به السيد غدا إسماعيل هنية اليوم، يعني رغم كل الاعتبارات لابد من فتح المعبر، كل ضرورة حيوية. نعم. كل المنظومة الدولية، كل الهيئات الدولية الآن تطالب بفتح معبر رفح، لأن هناك أرواح يا أخي سبحان الله، يعني يروى أنه يعني سيارة إسعاف أخذت شخص جريح، ماتوا ستة. ليش طلبوا الجواز سفر؟ هل يعقل هذا يا ناس؟ هل يعقل ناس دارهم مدمرة، يعني أحياء مدمرة، أحياء معناها يعني سويت بالأرض، نعم، وانت تجي تطلب جواز سفر؟ ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. فدعوة إلى هذا المجتمع المدني، وأنا أؤمن بأن ضغط المجتمع المدني يجيب، وأن المجتمع بصفة عامة لما يتحرك ولما يكون يتحرك الرأي العام، لما يكون منظم في إطار منظمات وفي إطار جمعيات أيضا يكون فعله أرقى وأنفع وأضغط. أيضا في المقابل هذا، أيضا قبل المقابل هذا قلنا الأوروبي والأمريكي، الدول العربية وحتى المنتظم الأممي. يا فضيحة يعني، تم تصريحات بها لا أخيرا، لكن بداية الحرب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونحن نتابع في جنيف يعني ولا بيان ولا إشارة، فضغطنا، هناك وفد كامل من المجتمع المدني في جنيف، وقابل المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف وضغطوا عليه بشكل كبير، وقالوا يا فضيحة أنتم تحمون الحقوق وأنتم تدافعون حقوق الإنسان وترون الأطفال، ولكن الخبراء الأمم المتحدة حكوا على في الخبراء، صحيح، في على جرائم الإبادة، لا قول الحق، معناه احنا نقول. نعم. للمحسن احسنت والمسيء اسات. المقرر الخاصة لفلسطين صح يعني اصدرت من الاول ونددت وكذا. نعم. لكن نحكي على المفوض السامي لحقوق الانسان، تحرك اخيرا بعد ضغط، ونحن طالبنا منه باسم جمعية ضحايا التعذيب ووفد كامل من. نعم. تحالف سويس بالستين، طلبنا جلسة خاصة معه، الى حد الان لم يرد علينا، ونحن يعني وصف الضغط بتاعكم، وسنقوم بتحرك ميداني إذا لم يقبل المجتمع المدني ولم يتحرك ولم يندد. بل نحن نطلب مش تنديد فقط، يا أخي جماعتك رأوا في غزة ضربوا، لونروا تابعين للأمم المتحدة،
أبناء الهيئة أبناء المنظمة الدولية نعم. يعني يقصفون وأنت ساكت؟ نعم. فما بالك أطفال غزة، فما بالك نساء، فما بالك هو لا أمان لا للصحفيين، زملاء وصلوا أكثر من 26 صحافي صح استشهدوا.